يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نكمل كلامنا في رسم الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرامز من خلال استخدام الديفرنشال ايكويشنز. نبدأ بهذا المثال. فنبدأ بهذا، احنا اتفقنا في الدروس الماضية انه الديفرنشيشن والانتجريشن عادة هما طرق لقياس الـ rate of change. يعني differentiation هي الـ mathematical model to deal with rate of change. يعني والintegration طبعا هو الـ mathematical model to accumulate the rate of change. التفاضل والتكامل يقولوا لك شي يصير من تغيرات، بس لازم the starting point تكون معروفة. واضح هاي القاعدة؟ يعني التفاضل التكامل لازم انت تبدي من نقطة تكون هاي well defined pre-specified او نعبر عنها boundary condition. والdifferentiation والintegration model شنو يقول لك شي يصير بعد هذه النقطة، تمام؟ يعني اذا starting point اذا مجهولة بالنسبة لنا نقدر نبدي بموديل يعتمد mathematical model يعتمد على الintegration والdifferentiation؟ لا. يعني أعطيكم مثال، أنت الآن مثلاً تسوي فد mathematical model، يعني شغلته مثلاً هو to predict the change in temperature in the cell، هدفه إنه يقدر تغير الحرارة في هاي الغرفة. هذا الموديل شو راح ينطيك؟ مثلاً راح ينطيك delta T أو dT with respect to distance. يقول لك كل ما تبتعد من الشباك المفروض درجة الحرارة فيه ابتعد من الشباك ترتفع، مو يعني في الوضعيه هسه الخارج ابرد من الصف، مو الاوت دور ابرد، فمن اجي هنا اصير قريب جدا من الشباك درجه الحراره شبيه نسبيا اوطأ شيء في الروم في الغرفه. من اتحرك ابدي ادخل داخل الغرفه اكثر ايش راح يصير بدرجه الحراره؟ ترتفع، مو فهسه الموديل اذا الموديل هي شيء سويت الانتجريشن وقال لي انه التمبرتشر ديفرنس بين الشباك اللي هو ابرد نقطه والباب هو زائد 3، يعني يقول لي راح يصير فد انكريس بالتمبرتشر هو زائد 3. هاي التمبرتشر لو تشينج ان تمبرتشر، اي لازم لمن اضيفها الى درجه الحراره هنا. فإذا مثلا درجة الحرارة بالشباك 10، كده راح تصير 13، هاي 20. إذا واضح الـ differentiation والـ integration model هو يعطيك الـ change. Differentiation يعطيك الـ rate of change. الـ integration يعطيك الـ accumulation of change. يراكم لك إياها، تمام؟ فلكن اثنينهم يغنون عن الـ starting point؟ لا. ما يقدرون، لازم starting point should be predefined، لازم معرفة سهلة. واضح هاي الفكرة؟ هسه ننتقل إلى المراجعة مراجعة النقطة الثانية. عادة بالماثماتيكال بوينت بالماثماتيكال موديل starting point تكون located to the left or located to the right of the domain. دائما left or right؟ عادة دائما نبدا من اليسار. ليش؟ حتى درجة دي اكس شو تكون دائما؟ نحاول نحرص ان تكون دي اكس شبيهة موجبة. احنا اذا مشينا عكس خط الاعداد الدي اكس شو راح تصير بيها؟ سالبة. اذا صارت الدي اكس سالبة يبدي الساين مال الدريفيتيف ما تنطينا في الانطباع. لان انت الان من اقول لك الفيرست دريفيتيف سالبة. شرحت تفتهم من عندها كمهندس؟ تفتهم من عندها انه انت عندك ديكريس، مو ليش افتهم الديكريس؟ لان انت المفروض احنا سلفا شو مسوين؟ متفقين ان المقام شبيه دائما موجب، مو والسالب والموجب وين يظهر؟ يظهر بالبسط، مو على هالاساس. فراح نقول بما انه البسط سالب، مو والبسط هو دي واي، يعني واي 2 اللي هو located to the right، نا أقل من
واي 1 اللي هو لوكيتد تو ذا ليفت، فتفتهم من انت من تتحرك من اليسرى لليمنى شو يصير بالكيرف؟ ينخفض. واضح؟ اذا دي اكس نفسها قابله انه تاخذ اشاره موجب وسالب، بعد تقدر تستنتج شيء؟ يعني ما راح تعرف، انه هذه النسبه اوكي اللي هي الديريفيتيف، مو الديريفيتيف ما تعرف انه صارت سالبه ليش؟ لان يعني بسطها سالب ومقامها موجب لو بالعكس. واضحه هذه؟ فحتى نحافظ على دي اكس موجبه دائما من وين نبتدئ؟ من كلام انا شويه خط العدد، يعني نعتبر الستارتنج بوينت هي لوكيتد تو ذا ليفت ونتجه تو ذا رايت. واضح هذا؟ يعني احنا بهالحاله من وين راح نبدي بهسه؟ نطبق هاي الافكار على مثال. راح نبدي من الهنج لو من الرولر؟ من الهنج، مو؟ حتى من نتحرك من الهنج الى الرولر كانما جاي نتحرك ويامه ويا خط الاعداد. فدي اكس شو تكون؟ موجبه، فبالتالي اي شيء تعلمناه بالرياضيات عن معنى الاشاره مو؟ للديريفيتيف ايش راح يكون؟ يكون صحيح ونقدر نطبق. هاي اول مساله. الان نقدر نبدي واحنا ما عندنا معلومات على الهنج؟ لا، ليش؟ لان شو اتفقنا؟ اتفقنا انه الديفرنشيشن والانتجريشن مودلز شنو شغلهم؟ شغلهم التشينج ريت اوف تشينج اند الاكوميليشن اوف تشينج within the domain. فلازم الستارتنج بوينت شو تكون؟ معلوم. واضح؟ فمعناته راح نجي نحسب الرياكشنات هنا. اوكي؟ هاي لازم تكون معروفه. فنجي نحسب الرياكشنات بالطرق اللي مرت علينا، فيطلع ان الرياكشن هنا ايش قد؟ 180، مو؟ المومنت ايش قد هنا؟ صفر. ليش؟ لان في الدروس السابقه قلنا احنا وسعنا الفكره، قلنا الهنج والرولر يكون العزم بهم صفر باستثناء اذا كان عندنا كونسنتريتد مومنت يؤثر بهم ذاك الوقت. يعني انا هسه اذا جيت مثلا خليت كونسنتريتد مومنت مقداره ام بالهنج، بعد يبقى العزم بالهنج صفر؟ لا. تمام؟ فبالتالي عرفت الشير، يعني الفيرتيكال رياكشن هو شنو؟ الشير. وعرفت المومنت فهسه اقدر ابدي. زين الان اجي هاي ال 180 اللي هي الستارتنج شير او الشير ات زيرو. تمام؟ انتقل لها السؤال، هل هي موجبه لو سالبه؟ ليش؟ اي صح، ليش؟ لان احنا اتفقنا ان احنا نقطع ناخذ الجهه اليمنى من القطع، مو؟ اي اذا الشير للاعلى فموجبه. هسه احنا تخيلوا قطعنا كانما قطعنا، بس قطعنا وين صاير؟ صاير بالستارتنج بوينت. اخذنا البيم فصار بالنسبه لنا شنو؟ الى اليمين. الشير وين تؤثر؟ للاعلى، فهي موجبه. فمعناته راح اصعد بمقدار ايش قد؟ شوف هاي الدائره اللي واحد شنو معناها؟ هاي الفيرست ستيب. يعني احنا راح نتخيل انه الدايجرامز هذا شكله من خلال سكسسيف ستيبس، من خلال حركات متتابعه. فالفيرست ستيب هو شنو؟ انه اصعد بمقدار 180، وصلت لهنا. الان شلون راح اتحرك؟ راح اتحرك على القاعده، على الديفرنشال ايكويشن، ليش تقول؟ انه دي في اوفر دي اكس از ايكوال تو كيو، مو؟ او دبليو. كيو مو كان احنا نسميه كيو. والكيو شنو هو؟ الديستربيوتد لود. لاحظوا مو بالضروره يكون ديستربيوتد لود. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم شو يكون؟ يكون ديستربيوتد لود. اجي هسه شو احتاج؟ احتاج لكيو، اصعد. قد الكيو؟ 30. ياثر للاسفل يعني شنو؟ يعني سالب، مو؟ فمعناته راح اتحرك هيك اقول، راح اتحرك بمنحني ميله ثابت وسالب. زين اجي اقول منو المنحني اللي ميله ثابت؟ الخط المستقيم. سالب مو؟ للاسفل. واضح؟ ف لاحظوا امشي بخط مستقيم، وهذا الخط المستقيم ايش بيه؟ ديكريسنج، مو؟ يقل. وش قد الميل الخط المستقيم؟ ناقص 30. هسه وصلت لهاي النقطه. هاي النقطه شلون اطلعها؟ ببعض. شو اقول؟ اقول انا عندي 180، مو؟ هذه 180. راح اطرح من عتها الفرق بين هذه النقطه اللي هي نقطه تسليط الحمل ونقطة الهنج، نقطة البداية. هذا الفرق شلون اطلعه؟ يعني انا هسه ايش اريد؟ انما اريد دلتا واي، مو؟ انا ايش عندي؟ عندي دي
او اقولها بشكل اوضح، كانما انا الدلتا في، انا ايش عندي؟ عندي دي في على دي اكس، خلاص؟ فشلون اطلع دلتا في؟ اي كانما نسبه تناسب، ايش اقول؟ اقول دلتا في كابيتال، دلتا كابيتال، خلاص؟ على دلتا اكس هي كنسبه دي في على دي اكس. واضحه؟ هاي دائما نقدر نسويها، هاي النسبة تكون صحيحة. لا، فقط في الخط المستقيم. واضح لو لا؟ مو؟ دلتا الكبيرة، دلتا في على دلتا اكس. بالضبط، بالضبط، هو اللي جاي نسوي احنا شنو؟ جاي نشابه بين المثلث الكبير ومثلث صغير تفاضلي، تمام؟ فنجي نقول اذا شو راح نشتغل؟ نقول دلتا في على دلتا اكس هي كنسبة تساوي دي في على دي اكس. احنا نريد دلتا في، طرفين وسطين شو يصير؟ دلتا في هي شنو؟ بعض دلتا في هي 30 او ناقص 30، هاي ناقص 30 هي شنو؟ هي دي في على دي اكس في 2.4 هي المسافة من هنا لهنا اللي هي شنو بالنسبة لنا؟ دلتا اكس، دلتا اكس، تمام؟ اي واضحة؟ فكيف طلعت الشير 108 وصلنا لهنا، تمام؟ الآن هسه من عندنا بوينت لود. زين، هاي البوينت لود ايش راح يسوي لنا؟ ديكريز. زين، هاي البوينت لود ليش يصير ديكريز؟ ليش يصير فيرتيكال ديكريز؟ يعني هسه احنا ليش ننزل بشكل فيرتيكال لاين؟ مو بلاحظ الثيرد ستيب ننزل بشكل فيرتيكال، اي يعني ليش؟ يعني شنو؟ يعني ايش نقدر نقول؟ نقدر بالبدايه شو نسوي؟ ها؟ لا لا شو نسوي؟ هاي ال 150 الدفرنشال ايكويشن مالتنا تشتغل عليها؟ ليش لا؟ ما ادري، لا 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 جاي نفكر سوي تشتغل عليها؟ اي لا تدرون ليش؟ لان احنا الديفرنشال ايكويشن دي في على دي اكس شو تساوي؟ تساوي كيو، والكيو هو شنو؟ ديستربيوتد لود، وال 150 ديستربيوتد لو كونسنتريتد، كونسنتريتد، واضحه؟ هو يعني هذا اللي اقوله. فشلون شلون شلون نتخيل هذا النزول؟ بعد شلون نتخيل هذا النزول؟ نقول هيك نسوي بعض ونسوي عمليه ذهنيه، نقول نجي هاي ال 150 نتخيلها انه جينا وزعناها على طول صغير جدا. هاش؟ صارت لود، ديستربيوتد لود، الانتنسيتي مالته جدا عاليه، مو صحيح؟ بس ايش راح انزل؟ انزل بميل بعض ميل حاد، يعني كانما ابدي منه واجي بميل حاد اللي هنا. تمام؟ تخيلتوها؟ هسه هذا الطول اللي هذا العرض القاعده اللي فرضتها للحمل 150 ابدي ازغرها، كل ما ازغرها الخط المائل شو يصير به؟ يقل، يبدي يصير فيرتيكال، يصير فيرتيكال. اذا خليت القاعده هذه صفر يصير بيرفكتلي فيرتيكال، واضح؟ فانزل بمقدار الحمل. اذا عرفتوا ليش نزلنا بمقدار الحمل؟ عرفتوا شلون اذا اريد نخرجها تخريجه رياضيه شو نسوي؟ نجي بالبداية ايش نفترض؟ نفترض انه هذا الحمل يؤثر على على طول صغير، ليش طول بنقول مساحة؟ لأن احنا الكيو هو لود بير يونت لينكث، مو لود بير يونت اريا، واضح؟ لأن ذاك يصير ستريس، اي فنجي نقول هاي ال 150 نفترضها تأثر على طول صغير جدا، صارت شو تحولت؟ كيو، واضح؟ زين؟ هذا الكيو مو جاب له سالب، سالب لان ال 150 وين تاثر؟ للاسفل. قيمته صغيره او كبيره؟ كبيره جدا، مو صحيح؟ ليش؟ لان 150 على طول جدا صغير، مو صحيح؟ زين، وهو هذا الكيو شو يمثل؟ يمثل الميل. يعني انا راح اجي انتقل من هاي النقطه الى نقطه ناظرها بالجهه الثانيه شنو؟ انتقل بميل حاد جدا جدا قريب من الفيرتيكال لاين، واضح؟ فتقدر هيك تسوي دوتد لاين، تقول هسه افتحها متى جاي يصير وراها شو تقول؟
تقول هذا الطول الوهمي ابدي ازغره من خلال الليمت، اخليه ابروتشنج تو شنو؟ زيرو. ايش راح يصير بهذا الخط اللي هو كان شديد الميلان؟ راح يصير فيرتيكال. اذا صار فيرتيكال شنو يعني فيرتيكال؟ الميلان لا ميل الخط الفيرتيكال. هسه انتم فكروا بيه، هو الميل شنو؟ دي واي على دي اكس. بالفيرتيكال لاين ايش قد الدي اكس؟ صفر. كميه على صفر؟ انفينيت. واضح؟ انفينيت. واضحه؟ تمام؟ اي انا ما اعرف هو الميل زين خلي واضح تمام. انتوا هذا الصفر شلون تفتهمون؟ افتهموه الصفر اللي بالغايه. هو شنو الفرق بين صفر يظهر ويا الغايه وصفر يظهر بدون غايه؟ اي بس ايش بيها؟ ما يخالف ما تعرف قيمتها، بس شنو انطباعك عنها؟ صحيح لا تكون صغيره. واضح القاعده مهمه. فالصفر بالغايه مو صفر، الصفر بالغايه رمز الى الصغر. اي هذا بعد صغر نسبي مو صحيح، لان قضيه الصغير والكبير نسبيه. مثلا انا عندي جزء من المليون اي من ظاهره هي تتكلم باجزاء من العشر ملايين، ايش راح يطلع الجزء من المليون؟ كلش كبير، كلش كبير. واضحه؟ اي بس المهم الصفر اللي يظهر بالغايه هو صفر لو رمز الى الصغر. اي والانفينيتي رمز الى الكبر. تضحك هاي؟ اي واضح؟ زين. فهسه الخط المستقيم هو شنو؟ هو دي واي على دي اكس جدا جدا صغيره. فهاي النسبه وين راح تروح؟ تروح الى كميه جدا جدا كبيره. واضح؟ انا ايش راح نكتبها بالرياضيات؟ نقول الليمت من دي اكس ابروتشنج تو زيرو، هاي النسبه وين تروح؟ الى امر جدا كبير. نقول واضحه؟ فاذا الجد ميل الخط الشاطئي واضح؟ زين. الميل شو يساوي؟ اذا اردنا الربطه بالتراجونومتريك فانكشن. هو ظل الزاويه، مو؟ واضح؟ ليش؟ لان الدي واي بالنسبه للزاويه المقاسه من الافق هو المقابل الدي اكس. فدي واي على دي اكس هو نفسه شنو؟ ظل الزاويه. هسه عرفتوا ليش ظل ال 90 انفينيتي؟ ايوه واضحه؟ تمام؟ اوكي؟ فعادي. هسه وصلنا لهنا، ايش قد نزلنا؟ من 108 نزلنا ناقص 150. ايش قد صار؟ صار سالب 42. هسه ننطلق من هاي النقطة. هسه صارت الستارتنج بوينت معروفة في الحالة منو؟ ناقص 42. والديفرنشال ايكويجن شو تقول؟ تدلينا ايش جاي يصير، شلون نتحرك. فالديفرنشال ايكويجن نقول دي في على دي اكس يساوي كيو. وش قد الكيو؟ رجعنا من عبرنا النقطة ايش رجعت؟ مو نرسم 30. هسه بس اريد، هسه شنو العلاقة بين هذا الخط وهذا الخط؟ يعني متوازيات. تخيلت واضحة؟ تمام؟ يعني تسألني إذا واحد رسمهم تو سكيل، مو؟ اللي مش عبر عنه في الدرس السابق المؤلف قال سماه درافت مان اكيورسي، يعني جيت رسمته بدقة الرسم الهندسي. زين؟ ايش راح يطلعون ذول؟ يطلعون بالضبط متوازيات. تمام؟ راح تنتهي لهنا، تمام؟ هاي النقطة راح تحسبها بنفس الطريقة اللي حسبنا بها. هاي النقطة اللي هي الاند بوينت تو ذا رايت، قلنا شنو فائدتها؟ عفوا. نسميها عملية سيميلار كروس تشيك، واضح؟ لازم تقفل الأمور. أنا أعرف إنه الرياكشن ايش قد هنا؟ 150. والرياكشن هو مو شيء آخر غير الشير.
فالمفروض الدايجرام بش قد ينتهي؟ سالب 150. ليش سالب 150؟ لان هاي الشير هي سالب 150. ليش اطبق عليها القاعده؟ قطعت اخذتها المره اليسرى كاليسرى من القطع. اذا للاسفل موجب للاعلى سالب. انا وين الشير مالتي؟ للاعلى فسالب. واضحه؟ الساين كونفنشن ما شير. نقطع اذا اخذنا اليمين فالشير للاعلى موجبه. واضح؟ واذا اخذنا اليسار فالشير للاسفل موجبه. واضح بابا هاي؟ يعني ما افتهمت السؤال شلون؟ يعني يا نقطة مثل ايش؟ اي شبيه؟ كأنه اي كأنه يلا هسه ايش سوي؟ هسه ايش رسمنا بابا؟ رسمنا الشير. هسه ايش راح نرسم؟ نرسم المومنت. ايضا نرجع نستذكر القواعد الاساسيه. هذا موضوع كلش مهم، مو مهم هو بحد ذاته مهم، ومهم انه يرتب افكارنا بالتفاضل والتكامل. احنا ليش كنا ندرس التفاضل والتكامل؟ ترى هيجي مسائل بالهندسه. زين يلا القاعده، نذكر بالقاعده مالتنا. القاعده شو تقول؟ تقول اولا التفاضل والتكامل ما يغني عن انه انت تعرف الستارتنج بوينت. هاي القاعده رقم واحد. وبعد الستارتنج بوينت، هل هي النقطة اللي تقع الى اقصى يسار الدومين او اقصى يمين الدومين؟ هل اقصى اليسار؟ ليش ناخذ اقصى اليسار؟ حتى الدي اكس تطلع موجبة. واضح؟ فاجينا اذا هاي النقطة لازم تكون شنو؟ بري ديفاين، معرفة سلفا. نقول هاي النقطة، نقول احنا ايش عندنا بهاي النقطة؟ تمام؟ واضح؟ فمومنت صفر. هسه عاد نبدي نرسم نتحرك هسه شوية، أريدكم تركزون وياي الله يخليكم، لأن شوية هاي مهمة. هسه أنا أعرف إنه هاي النقطة صفر، تمام؟ هسه أجي أسأل نفسي، راح أنطلق من الصفر. هسه سؤال، هل أنطلق من الصفر أي شنو منحني متصاعد؟ يعني أنا واقف بالصفر، أروح للمنطقة الموجبة لو أروح للمنطقة السالبة؟ شجي أقول ها؟ أي حسب المعادلة التفاضلية. أقول شنو المعادلة التفاضلية؟ شو تقول؟ دي ام على دي اكس شو يساوي؟ الفي. يعني 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 الشير هو ميل المنحني، فيصعد لي فوق. أشوف الشير بهالمنطقة ايش قد مقدارها؟ 180. يعني لازم أتحرك بمنحني ميل موجب. فاتهمت انه هو منحني متصاعد. خوش؟ هسه واضحة؟ هسه المنحني المتصاعد قد شيكو؟ كم سيناريو للمنحني المتصاعد يكون؟ يعني يا اما خط مستقيم، خط المتر الخط هو شكل من اشكال المنحني، ابسط اشكال المنحني، او منحني متزايد مقعر، او منحني متزايد محدد. واضحه؟ اي مو منو اللي يحدد منو من ذولي هسه؟ ها؟ بعد لا المشتق الثاني. واضحه؟ مو هالماخذي؟ منو اللي يحدد التقعر والتحدب؟ المشتق الثاني، مو صحيح؟ اي هسه ها؟ اختبار المشتق الثاني، مو هذا اللي تعلمناه؟ بس احنا دي ام على دي اكس هو الشير، لعد دي تو ام على دي اكس تربيع شو تصير؟ تصير دي في على دي اكس، غير اشتق الطرفين، ودي في على دي اكس هي شنو؟ اللود. مو كيو. فاذا هذا المنحني، بس شوي ركزوا يا بابا، هذا المنحني ميله مشتقته الاولى منو يمثلها؟ الشير. مشتقته الثانيه يعني بعباره اخرى شنو؟ تقعره وتحدبه منو يمثلها؟ الحمل. اي واضحه؟ واضح ولا لا؟ اي زين. الان الحمل
هنا بهالحالة شبيه؟ شقد مقداره؟ سالب 30. عوفكم من 30 نسوي سالب. زين؟ سالب. شنو يعني سالب؟ يعني مقعر ولا محدد؟ ها؟ محدد. ها انتم شنو حافظيها؟ يعني ادري حافظيها؟ ها؟ يعني شلون؟ ادري ادري صحيح، انا ما اقول حكيكم غلط، بس اقول يعني جاي تسووهم جاي تستذكروهم، مو صحيح؟ اي بعض هو هسه لا بس انطوا لي ورقه. تقعر منحن، تحدب منحن، هيك حدب، هيك بهالشكل، تمام؟ مو؟ زين، حددت حددته بهالشكل، هذا مماسه الأول إلى مين؟ مماسه الثاني، واضح؟ منو اللي ميله أكبر؟ الأول لو الثاني؟ ها؟ الأول واضح مبين واضح. هذا ايش الحدبان مو صحيح؟ اي المشتقة الثانية شنو؟ الميل الثاني ناقص الميل الاول دي اكس او دلتا اكس، ماشي؟ فالميل الثاني اقل ناقص الميل الاول اللي هو اكبر، فش يطلع البسط؟ سالب. زين والمقام؟ ها؟ اي ادري دي اكس او دلتا اكس، شو المقام؟ شلون تشيك شارت؟ عافيه ها، احنا مو اتفقنا بالبدايه انه نبدي دائما من وين؟ وهي خط الاعداد؟ هاي شنو يخلينا؟ يخلينا دي اكس ودائما موجبه، واضحه؟ عرفتوا؟ فاذا هسه الحمل سالب، شنو يعني الحمل سالب؟ يعني المشتقه الثانيه للعزل سالبة. خوش؟ واضح؟ مشتقة الثانية للعزم سالبة. خوش؟ فبالتالي هسه بس شوي ركزوا وياي. احنا من نكتب نريد نكتب المشتقة الثانية، شلون نكتب المشتقة الثانية؟ يلا بابا يلا هسه المشتقة الثانية يلا قروا لي دي 2 ام على دي اكس تربية. ها؟ بس هاي صارت صدفة انه التربيع الفوق الاثنين الفوق ها اجت بين الدي والام والاثنين الجوة اجت ورا الاكس، صدفة هاي؟ ها؟ زين شنو معناها؟ هسه دي 2 ام هاي ايش تعني؟ ها؟ شنو ايش تعني هاي؟ تدرون ايش تعني؟ تعني فرق ثاني، يعني عندك فرق اول وطلعت منه فرق ثاني، يعني شلون؟ اجيت انت مثلا عندك 5 نقاط، اوكي؟ اجيت اخذت الفرق بين النقطة الثانية والأولى، هذا اعتبرته فرق أول، بعدين أخذت الفرق بين النقطة الثالثة والثانية، شو اعتبرته؟ فرق أول هم أول، بعدين لأن الفرقين اللي بين الثانية والأولى وبين الثالثة والثانية طلعت الفرق بيناتهم، إي تريد تقول هذا فرق ثاني. شلون تكتبه بالرياضة؟ تكتبه دي 2 ام. خوش؟ ها تضحك؟ هسه سؤال.
إذا هذا فرق ثاني، شنو وحداته؟ كمية الأصلية، صحيح؟ يعني مثلاً النقطة الأولى كان العزم بها صفر، النقطة الثانية العزم بها 20، قد الفرق الأول؟ 20 وحداته، وحدات عزم. طيب اجيت بعدين النقطة الثالثة العزم بها 60، فالثالثة 60 ناقص الثانية 20 40، بها وحدات عزم. هسه صار 40 ناقص 20 اللي هو الفرق الثاني، الفرق بين الثالثة والثانية، شو راح يطلع؟ 20 بها وحدات. فالبسط جاي تتغير وحداته؟ لا. واضحة؟ زين. الجو دي اكس تربيع، هذا تربيع واضح. فليش ليش اخرنا الاثنين كتبناها فوق الاكس؟ لان هذا تربيع، تربيع تربيع الاعتيادي، واضح. هسه معناته الدي اكس تربيع، شنو ابعاده؟ طول تربيع، طول تربيع. فاش زين، انا هالحكي كله شو اريد اوصل من عنده؟ احنا مو اتفقنا اول شيء ندقق بالمعادله اللي نشتقها هو الوحدات التجانس البعدي، بس شو نقول؟ احنا نقول دي تو ان على دي اكس تربيع شو يساوي؟ يساوي الحمل، لازم الجانسين بعديه. الحمل شنو وحداته؟ لا ابعاد، ابعاد، العفو انا غلطت. الحمل شنو ابعاده؟ ابعاد اف على ال. خلينا نشوف ذاك الطرف شنو ابعاد دي 2 ام. قلنا هي شنو؟ هي هي الفرق الثاني، مو الفرق الاول تربيع، الفرق الثاني. يعني وحدات تبدلت لو ما تبدلت، يعني وحدات عزم، يعني شنو؟ اف بال ال. الدي اكس تربيع شنو هي؟ هي التربيع اللي احنا نعرفه، يعني ال تربيع. صفي تبقى اف على اذا متجانسه او مو متجانسه. واضح، عرفت ايش جاي يصير؟ تمام. اوكي، اذا منحني محدب. اوكي، راح نوصل لهالنقطه، تمام. وصلنا لهالنقطه، الان هاي النقطه شو راح نجيب قيمتها؟ نجيبها من خلال التكامل، مو؟ احنا جايين كامل الشير يطلع لنا المومنت. يعني احنا كنا كم مره جايين كامل؟ 3 مرات. عندنا حمل كاملناش طلع عندنا شير، كاملنا يطلع مومنت. بس احنا اللي جاي نسوي شنو؟ انه نجري هاي العمليه فالطريقه هي سيمي جرافيكال، شبه ترسيمي، مو صحيح؟ ترى احنا جايين كامل. وإذا اشتغلنا بالعكس نشتغل differentiation، واضح هذا؟ فإذا معناته أجي أكامل، أقول أريد أوصل هاي النقطة، القاعدة شو تقول؟ هاي النقطة، نقطة البداية زائد مختار التكامل، تكامل مال من؟ أنا جاي أكامل الشير حتى يطلع لي المال، والتكامل ايش يعني؟ المساحة تحت المنحني، واضحة؟ معناته هاي النقطة شو راح تطلع؟ نقطة البداية صفر. ليش لازم اكون نقطة البداية؟ لأن اتفقنا الدفرنشيشن والانتجريشن ما يقدر يعطيك شو يصير بالبداية. يعطي هو يسموه ماثماتيك، ذا ماثماتيك اوف تشينجز، هو رياضيات التغير. فلازم انت تعطيه شو يصير على الحدود، هو يقول لك شلون راح يتغير. لا مو شرط، مو شرط، بس دائما نقطة البداية لا تتوقع ان انت تقدر تجيبها من الديفرنشيشن، لازم تكون تعرفها. فصفر، هاي الكمية منين اجت؟ هاي اجت من المساحة. واضحة؟ مو؟ مساحة هذا الشكل هي شنو؟ شبه منحرف، اللي هو شنو قانونه؟ او متوسط الارتفاعين في القاعدة. متوسط الارتفاعين في القاعدة. فشلون نحسب مساحته؟ 180 الارتفاع الاول زائد 180 سد القوس على 2، هذا متوسط الارتفاعين في القاعده. ايش قد القاعده؟ القاعده 2.4. هذه المساحه ايش قد طلعت؟
طلعت 345.6، ضفتها للصفر طبقا نفس، وصلت لهنا. واضحه؟ تمام. اي الان ايش راح اسوي الان؟ راح ابدي بالمنطقه الثانيه، مو بالمنطقه الثانيه. ايش اقول؟ يعني انا كانما سوين وصلت بابا، بس لاحظوا وياي وين وصلت انا؟ كانما وصلت لهنا، لهنا راح ابدي وراح، يعني كانما لهنا، لهنا لل 2.4. هسه شي يصير وراها؟ شي يصير؟ اجي اقول هل راح استمر منحني متزايد لو متناقص؟ اي اروح للشير، الشير صارت بها بالمنطقه الثانيه سالب، ايش قد مقداره؟ 42. فراح اتحرك بمنحني، هذا المنحني المماس اليه يكون سالب 42. الان مماس لمنحني سالب 42، افتهمت انه هو منحني متناقص. كم سيناريو المنحني متناقص؟ ثلاث، متناقص خط مستقيم، متناقص محدب، متناقص مقعر. من يحسب لي هاي الشغله؟ المشتقه الثانيه اللي هو منه المشتقه الثانيه؟ الكيو. الكيو ايش قد مقداره؟ ها؟ ناقص 30، مو؟ يعني محدب، مو؟ فاقول راح امشي بمنحني محدب. يبدا هذا المنحني ها؟ بي، بحيث يكون ميل المماس له ايش قد؟ ناقص 42. وبايش قد ينتهي؟ 150. هاي سالب 150 ما هي ما شير. اي واضحه؟ ها؟ طلعت؟ فهذا المنحني. هسه هاي النقطة المفروض انتي بيها ايش قد؟ ها؟ لازم تطلع صفر هي، لازم تطلع صفر. ها صفر شو راح اجيبه؟ اقول نقطة البداية. مو؟ نقطة البداية اجيبها من الكالكولاس؟ لو لازم اعرفها. اي هنا صحيح هنا عرفتها من تكامل سابق، بس المهم من ابدي بالتكامل مالتي لازم تكون معروفه، فجبتها من زين. شو اسوي؟ اضيف لها او اطرح منعتها؟ اضيف لها او اطرح منعتها مقدار التكامل. تكامل مقدار التكامل نسبه لمن؟ مقدار يعني اكامل الشير. زين شنو يعني اكامل الشير؟ يعني احسب المساحه تحت منحني الشير فاصعد للشير. شلون صاير شكله؟ شبه منحرف، مو صحيح؟ اطبق على القاعده، متوسط الارتفاعين في القاعده، متوسط الارتفاعين، الارتفاع الاول ناقص 2 سالب 42 ناقص 150 على 2 راح يطلع متوسط الارتفاع، راح تطلع كميه سالب، اضربها في القاعده، ايش قد القاعده؟ ها؟ اللي هي اذا شوفوها 3.6. هذا المقدار لازم يطلع بقد المقدار السابق، لان لازم ارجع وين؟ ارجع للصفر. اذا ما طلع بقد فانا غلطت في المكان. واضح؟ فهسه العوده لنقطه الصفر هاي شو نسميها؟ نسميها الكروس تشيك. واضحه؟ اتضحت الامور؟ تمام؟ يلا ننتقل هسه للمثال اللي بعده. هذا المثال برايكم وين نشوفه احنا في الهندسه المدنيه؟ هذا الأسس، تمام؟ هذا الأسس، هذا الحمل الفوق اللي هو 5 كبس على الفوت. زين هذا شو يمثل 5 كبس على الفوت؟ ها؟ يمثل هذا اللود المتأتي من مثلا هو. زين، وهذا الحمل اللي يأثر من الأسفل إلى الأعلى، هذا يسموه الصبغ رياكشن. زين ليه السبجريد؟ لان التربه واحده من اسمائها السبجريد. واضحه؟ يعني انت اذا تقرا السبجريد في الهندسه المدنيه فترى سبجريد شنو يعني؟ يعني سوري رياكشن رد فعل التربه. هذا وين لازم يكون؟ لازم يكون للاعلى. هل السبجريد رياكشن هو فعلا منتظم؟ لا. وين هسه انت اجيت وبنيت جدار، مو؟ وين تتصور رد فعل التربة يكون أعلى؟ وين؟ يعني هسه ها؟ ها؟ أسفل الجدار يكون أعلى، وكل ما تروح للحواف ايش بيه؟ يقل، مو؟ أيوه.
زين، احنا راح نبقى الى حد صف رابع ان شاء الله. ايش نفترض سب جريد رياكشن؟ يونيفورملي ديستريبيوتد. صف رابع اكو ماده اسمها السلكتيف توبكس، المواد المنتخبه، راح تاخذون نوع من الاسس اسمه البيم اون الاستيك فاونديشن، زين، وراح تاخذون نظريه مع العالم مشهور اسمه وينكلر. بالوينكلر راح نقدر شنو نتعامل مع الاساس بشكل اكثر دقه، يعني ننتقل من حاله اليونيفورم سب جريد رياكشن الى حاله النون يونيفورم سب جريد رياكشن. يلا هسه نريد نحل. زين احنا كنا نسوي بالامثله السابقه اول خطوه ايش كنا نسوي؟ لازم نحسب الرياكشن. هسه راح نحسب الرياكشن، بس الفرق انه الرياكشن هنا هو حمل موزع مو بوينت لود. فش نقول؟ نقول حتى تتحقق سيجما اف واي لازم شنو؟ لازم محصله الحمل الموزع اللي تؤثر للاسفل ايش بيها؟ تساوي محصله رد الفعل اللي وين تؤثر؟ للاعلى. فش تصير؟ تصير 5 كبس بير فوت. بيش نضربها؟ نضربها في 1 فوت. هاي وين تؤثر؟ للاسفل. لازم شيء عاكسها، يعاكسها الديستريبيوتد لود. بيش نضربها؟ في 5. ف5 في 1 تساوي كيو في 5. الكيو ايش قد؟ لا بس ركز. 5 في 1 تساوي كيو في 5. الكيو 1. تمام؟ فشفتوا شلون حسبنا؟ واضحة؟ ما يخالف، مو انا شعب مو ماخذين، فحتى من المهم هسه تمام؟ هو محصلة جت محصلة الحمل للأسفل ايش قد؟ 5 في 1، مو صحيح؟ هاي صارت قوة الأسفل. منو اللي عاكسها للأعلى؟ الكيو اللي أنا ما أعرفه أدور عليه، في ايش قد؟ في 5. ساويتهم معناته الكيو 1. الآن نبدي نرسم، تمام بابا؟ نبدي نرسم، واضحة يعني؟ يلا نذكر بالقاعدة. الديفرنشيشن والانتجريشن يفترض انه نقطة البداية معلومة، ما يقدر يعطيك نقطة البداية، نقطة البداية عليك تعرفها من الباوندري كونديشنز يسموها بالرياضة. هاي القاعدة الأولى. نقطة البداية وين تقع؟ تقع إلى أقصى يسار المثال، أي الدومين. ليش أقصى اليسار دائما؟ حتى دي إكس موجب. اذا نبدا منها. هذه شنو؟ هذه كل شيء صفر، تدرون ليش؟ لان هاي الفري سيرفس. احنا لا تنسون احنا هاي الشير فورس والبندنج مومنت هي شنو؟ انترنال فورسز. مو هيك اتفقنا من بدايه السنه؟ يعني بندنج احنا جاي ندرس تاثيرهن بهالسنه اللي هن الاكزيال فورس، الشير فورس، البندنج مومنت. هو شنو ذولي؟ انترنال فورسز. فأنا إذا أجي أصير بالوجه الخارجي للمادة، وأنا أتكلم عن internal forces فأكيد صفارة، فمعناته هنا أنا كل شيء صفر. أي أنا هسه ما يهمني كل شيء صفر، يهمني إنه الشير صفر، فمعناته الشير صفر. الآن عرفت إنه أنا لازم I should start from zero. هسه بديت من الصفر، أصعد لو أنزل. أجي أقول يا شنو الديفرنشال إيكويشن؟ دي في على دي إكس تساوي كيو. أنا هنا بهالمنطقة أنا عندي كم كيو؟ 2. عندي واحد نازل واحد صاعد. بهالمنطقة أنا يا كيو يحكمني بس الصاعد، مو صحيح؟ اللي هو إيش قد مقداره؟ 1. فمعناته أنا لازم أتحرك بمنحني ميلة موجب وثابت، هو منهم الخط المستقيم، واضح؟ يا منحني اللي ميله ثابت هو الخط المستقيم، فمعناته راح اتحرك بخط مستقيم راح اوصل اللي هنا، تمام؟ يلا هاي النقطه شلون اطلعها؟ اقول اطلعها من خلال التكامل. التكامل شو يقول؟ يقول القيمه بالبدايه زائد التكامل الدال. القيمه بالبدايه أنا جاي هسه أتكلم عن الشير، يعني الشير بالبداية، إيش قد الشير بالبداية؟ صفر. زائد التكامل، إيش جاي أكامل أنا؟ أكامل دالة الكيو.
والتكامل ايش يعني؟ يعني المساحه تحت المنحني، مو؟ فاروح احسب المساحه تحت المنحني، يا منحني، المنحني اللي هو من هاي النقطه لهاي النقطه، مو؟ ف ارتفاع واحد، او تريدون ايش تقول قاعده اثنين، مو؟ فارتفاع واحد مساحه موجبه لو سالبه، لان الحمل للاعلى، مو؟ فصفر زائد اثنين يعني اثنين، وصلت له. ماشي؟ الآن مش راح أعتبر؟ أعتبر هذه هي نقطة البداية اللي أنا يعني أعرف، أي مو؟ وأجي أشتغل أستخدم التفاضل التكامل حتى أعرف شو يصير، أي مو؟ الآن أجي أقول راح أصعد لو أنزل، نأخذ الفرق عارف. واضح؟ هنا المنطقة يأثر عليها كم كيو؟ اثنين، كيو للأسفل مقداره خمسة، وكيو للأعلى. يعني بالمحصلة يأثر كيو مقداره سالب أربعة، فمعناته أنا لازم أتحرك بمنحني ميلة ثابت وسالب. ميلة ثابت إذن هو خط مستقيم، سالب يعني للأسفل. واضحة؟ فراح أنزل. واضحة بابا؟ أنزل. تمام؟ إيه راح أنزل إلى أن أصل إلى هاي النقطة. يلا هاي النقطة شلون أحسبها؟ أقول نقطة البداية زائد التكامل، لا لا القانون يقول زائد، نقطة البداية زائد التكامل، فاش؟ نقطة البداية قلت اثنين، زائد التكامل، أنا جاي كامل، جاي كامل لكيو، والتكامل هو المساحة تحت المنحني، فاش؟ فأروح للمنحني، يا منحني المستطيلين ذولي أحسب مساحتهم، فالفرق بين الارتفاعين، الارتفاع الفوق خمسة، والارتفاع الجو واحد، الفرق أربعة. أربعة موجب له سالب، سالب في القاعدة اللي إيش قد؟ واحد، قاعدة واحد، إيش قد تطلع المساحة؟ المساحة تحت، مساحة تحت دول المستطيلين اثنين راح تطلع سالب أربعة، ها؟ إي مساحة سالبة صح، ها؟ هي المساحة ايش تعني هنا أنا؟ ها؟ ها؟ يعني هسه شنو مساحة؟ هي فعلا مساحة؟ ها؟ لو احنا حتى نفكر بيها نقربها نقول هي مساحة. شو تقولون؟ لا يعني مو نقربها، خلينا نستعمل ماكو تقريب هنا. أقول احنا حتى نفهمها ننقلها، ننقلها من معناها الرياضي التجريدي إلى إلى التطبيق الفيزيائي. إيش نقول عليه؟ الرياضيات من إجى، من إجى سواء التكامل، هو إيش فكر؟ فكر بإيش بالدرجة الأساس؟ فكر بالمساحات، مو صحيح؟ واضح؟ بس إحنا جاي نستخدمها على شنو؟ على قوة قص، مو؟ والدليل لو كانت مساحة بالمعنى الرياضي وحداتها المفروض تطلع مثلا أبعاد، يعني السكوير وحداتها مثلا متر تربيع، سنتيمتر تربيع، احنا ايش قاعد تطلع وحداتها؟ قوة. واضحة؟ ليش قاعد تطلع وحداتها قوة؟ لأن هي ارتفاعها قوة لوحدة الطول، قاعدتها طول، فتختصر ايش تصفى؟ تصفى قوة. واضحة؟ تمام؟ الآن هي مساحة لو قوة؟ ها؟ لا هي اثنين، تدرون ليش؟ إذا نفكر بطريقة تجريدية مثل ما فكر بالرياضيات، أريد نجيب نموذج من الرياضيات، فالتكامل هو نموذج يحسب المساحات، فاهم؟ بس إحنا هذا التكامل، هاي الفكرة الرياضية، أسقطناها على شنو؟ أسقطناها على مفهوم فيزيائي، بس إذا واحد قال لنا هاي في قوة لو مساحة، ايش راح نقول؟ نقول اثنين، إذا نفكر بذهنية أبو الرياضيات فهي مساحة، إذا نفكر بذهنية الفيزيائي فهي قوة، ها؟ تضحك واضحة ولا لا؟ لا لا، لا لا مو مثل الفوتو، لا لا تروحون شو اسمه؟ لا تروحون لهذا، لا اجيب لكم مثال اوضح. اولا انتم هسه الرياضيات وين تخلوه؟ بيا خان، يعني
يعني هسه شنو القريب من الرياضيات عدا الرياضيات؟ لا، الفيزياء بعيدة تماما عن الرياضيات ولا الميكانيك. ايه ايه ها شو يا مساحة، يعني هندسة المساحة؟ لا، خلي أقولها بغير شكل، هل الرياضيات من العلوم لو الفنون؟ ها؟ ها؟ لا فنون. يعني إذا إحنا مثلا ردنا نبني جامعة بغداد ونوزع الكامبات على أساس قرب وبعد التخصصات، وين نخلي الرياضيات؟ نخلي هنا بالجادرية اللي بيها كلية هندسة وكلية علوم مو وابن الهيثم لا يعني مال الأعظمية، لو نخليه بالكامب مال آداب آداب شكل من الرياضيات شكل من أشكال الفنون، لذلك اللي ياخذ درجة بالرياضيات مثلا هسه شوف مثلا كتاب توماس من تقرون عن حياته يقول لك حصل على درجة البي اي اللي شنو يعني باتشلر ان ارت، بينما هسه من تتخرجون انتم بصف رابع ان شاء الله شو يعطوكم شهاده؟ يقولون بي بي دوت اس سي يعني باتشلر ان ساينس اوف سيفل انجينير بكالوريوس علوم. واضح؟ فالرياضيات هو شكل من اشكال الفنون وليس شكل من اشكال العلوم. شنو المعيار؟ المعيار اذا انت المساله يراد لها ملاحظه وتجربه فهي علم، أوكي؟ يسموها يقولون إذا تحتاج البوستيريور نولج المعرفة البعدية، شنو بعد بعدية شنو؟ يعني أنت معرفتك تتشكل بعد ما تلاحظ الظاهرة، فهذا علم. إذا أنت تدرس تخصص مبني على المعرفة القبلية يسموها براير نولج، هذا فن. فالرياضيات شنو؟ تقدر تبنيه كله بدون ما تحتاج ولا تسوي تجربة، تمام؟ فالرياضيات أقرب لمن؟ الرياضيات جدا قريب من اللغة. خوش؟ هسا أجيب لكم، هسا واضح؟ هسا أجيب لكم مثال شوي ركزوا يعني. زين، الفعل الماضي. خوش؟ فعل له اسم. أي. عافية. ليش اسم؟ ولا شلون دخلت علي لام التعريف؟ شلون قلت انت الفعل؟ ها؟ شلون جعلته مضاف والماضي مضاف اليه؟ ها لام التعريف والاضافة صفة اسم لو صفة فعل؟ اسماء، واضح؟ واضحة؟ بس انت شو تريد بيه؟ تريد بيه فعل، مو؟ فعل اللي هو الكلمة ذات الدلالة على الزمن. واضحة هذه؟ اي هسه لاحظتوا شلون اللحاظ اختلف؟ مسألتنا تشبه هاي. واضح؟ اي اذا نجي لب الرياضيات يقول هاي مساحة. مو؟ احنا شو نريد بها؟ نريد مساحة لو نريد قوة؟ لا احنا كمهندسين قوة. واضحة هذه؟ يلا نص بنص شنو؟ لا 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 أنا أقول لك ليش. أنت في المعرفة اللي تقوم على الملاحظة بالدرجة الأساسية اللي هي العلوم الطبيعية اللي هنا ذن الخمس لأن الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجي والفلك علوم الطبيعية خمس. زين ذني إن بحد ذاته علوم تجريبية، لكن ما يراد له اللغة، يعني إحنا الآن أنت اكتشفت ملاحظة معينة، اكتشفتها من خلال التجربة، شلون نتواصل؟ يا طريقة القليات، غير طريقة اللغة، وسيلة الانتقال هي اللغات اللي تنتمي للفنون، بس انت هسه منتباوع للجملة بان هي محتوى تجريبي منقول بلغة تنتمي للفنون، صار عندك انطباع قلت الفيزياء شبيهن اثنين
واضحة؟ لا، الفيزياء علم تجريبي نحتاج فيه اللغة، نفس الكيمياء، كيمياء علم تجريبي نحتاج اللغة. الرياضيات هسه وين مكان؟ الرياضيات شكل من أشكال اللغة. واضحة؟ زين، واللغات بيش تنتهي دائما؟ بيش تنتهي؟ يعني أنت تقدر تحلل كل شيء في اللغة؟ لو توصل لأحد وتقول شنو؟ تقول هاي اعتبرها starting point. يعني أجيب لكم مثال، مثلا جنة وجنة، مثلا جنة وجنة ومجنون مثلا، توصل نتيجة لا تقول ما طول أكو خفاء، معناتها باللغة العربية ذن الجيم والنون يجن إذا أكو خفاء، لأن الجنة سموها جنة مخفية، جنة الحماية، وأنت شلون تحمي الشيء؟ تخفي. جن ليس موجن، ما تشوفه مخفي. مجنون يعني خفي عقله، واضح؟ تمام. هسه واحد يجي ينتقل وياك يجي يقول لك زين ليش بالعربي من اكو خفاء تجي الجيم والنون؟ تقول له ما اعرف ما ادري. شو نقول على الايه؟ الستارتنج بوينت، نقول هكذا قالت العرب، ما عندنا لها تفسير. الرياضيات ايضا يرتد 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 الى امور تعريفيه، مو يعني لا نجيب مثال واضح على شغلتنا. مثلا المثلث ليش نصف القاعده في الارتفاع؟ لان نصف المستطيل. واضحه؟ الدائره ليش باي ار تربيع؟ لان مجموعه المثلثات اللي بداخل الدائره. فالدائره لمن ترتد؟ للمثلث. المثلث لمن يرتد؟ المستطيل بالتعريف. واضحه؟ بالتعريف شنو يعني؟ يعني هذا مفهوم احنا اتفقنا عليه. واضحه؟ يعني كوفة يوم واحد يقدر يثبت ان مساحه المستطيل الطول في العرض؟ مستحيل، لان ماكو فكره ابسط منها نثبت مساحه المستطيل بدلالتها. مساحة المستطيل الطول في العرض هو معنى المساحة، هو هذا. احنا غير نتفق شنو معنى المساحة، واضح؟ معنى المساحة شنو؟ هي الكمية اللي تلازم المستطيل وتكون عبارة عن طوله في عرضه. باقي المساحات بيش نفسرها؟ مساحة المستطيل. شفتوا العلاقة الوثيقة بين الرياضيات واللغات؟ الرياضيات شكل من أشكال اللغة. بس احنا وين كنا نحكي؟ انا حتى تيهت. ها؟ لا ذني لازم تعرفون، لازم تميزون بين، انت من تسوي خطوة لازم تميز جزءها الرياضي عن من؟ عن جزءها الفيزيائي، ولازم تقدر تقراها كم قراءة؟ قرأت يعني. اذا واحد سيلك عليها تقول له شنو تريدني اقراها بلغة، اقراها بعين ابو الرياضيات لو اقراها بعين الفيزيائي؟ بالتالي احنا مهندسين محسوبين على اهل الفيزياء، واضحه؟ فهسه هاي المساحه، هاي الكميه اللي حسبناها اذا باوعنا لها بعين ابو الرياضيات مساحه، مو اذا زين وبعين ابو الرياضيات يصير سالبه؟ ها ها لا يصير سالبه اذا فراغ. المساحة السالبة بالرياضيات هي الفراغ، التجويف. اي خوش؟ اي زين؟ اي 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 ما تتذكروها بالسنترويد، ما كانت عندكم مساحات سالبة؟ اي خلي اعطيك اياها بعد بشكل اوضح. مساحة المثلث ليش نصف القاعدة في الارتفاع؟ ها سويت انت طرحت مثلث لاحق للمستطيل، صرت تطرح مثلث، صرت تطرح مساحه. ها اي يعني مساحه ممكن تنطرح، واذا انطرحت شنو معناها؟ ممكن تكون سالب. واحنا عندنا سالب لان احنا بالنسبه لنا قوه، تمام. هسه ما ادري شفتوا هاي النسيج المعقد هذا شلون؟ ها
اي وشلون قابله الشغله، بس حتى تعرفون مثلا نقول نيوتن لايبنز واويلر يعني حتى تعرفون ذولي منو. يعني ذولي يعني سمعت نيوتن، نيوتن سوى الفيزياء وراح سوى الرياضيات اللي يحتاجها. لان من اجى لاحظ مثلا قضايا كبلر، قال جاي يصير تغير بالحركه، بس لا هو الازاحه ولا هو السرعه، هو شيء لاخ شيء لاخ، بس الرياضيات مال العصر ما جاي يلفها. زين فسوى راح تطور التفاضل فطلع التغير بالحركه والتعجيل. قبل ما حد يعرف شنو تعجيل، لان تعجيل شنو راده؟ راده مشتقه ثانيه، فانت لازم عندك لغه تقدر تصف التعجيل. شوفوا 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 شنو هالامكانيه اللي قفلها هيج، اللي انت 500 سنه هيج جاي تتعجب هاي شلون قافله. يعني اذا اكو واحد من حقه يقول انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا، لبيت المتنبي. هو منو اللي جاب الشارد؟ مو المتنبي، هو اللي جاب الشارد اللي انت 500 سنه جاي تباوع، هذا شلون سواها؟ شلون ضبطها؟ زين اوكي. ف تعديل تغير ثاني، تغير ثاني يعني نرجع عدي ازاحه، زين جاي اخذها بثلاث ازمنه. اذا اخذت الازاحه بزمن واحد عن الزمن الصفر ايش تعطيني؟ فرق اول مو اللي هو شنو؟ السرعه. الان اخذ الازاحه بالزمن الثاني عن الزمن الاول شنو تعطيني؟ لا تعطيني السرعه مو؟ الان اخذ الفرق بين السرعه اللي جايه من الزمن الثاني قياسا بالاول عن السرعه اللي جايه من الاول ناقص الصفر الاصلي، هذا واضحه؟ تمام. هسه وصلنا لهنا، هسه عاد نرجع شنو بعد؟ نرجع نصعد. تمام بابا، المفروض وين ننتهي؟ لازم ننتهي بالصفر. ونهايتنا بالصفر ايش تعتبر بالنسبه لنا؟ تعتبر سميناها كروس تشيكينج، كروس تشيكينج. ومره اخرى كروس تشيكينج هو عمليه التدقيق اللي انت تقوم بها. هو شنو يعني كروس؟ كروس ترى هنا مثل ذاتي، يعني انت تقوم بالتدقيق من داخل المساله، ما يراد لك معلومه من خارج المساله، واضحه؟ يعني انت الان هذا كون الشير هنا صفر، هاي معلومه غريبه عن المساله لو جزء من المساله، اي مو؟ نهايتك بالصفر هم جزء من المساله مو؟ فانت يعني انت تدقق كانما ما وصلت الى في ذيل المساله على ما موجود في صدر المساله ومقدم المساله، تمام؟ هسه نجي للرسوم هذا، هسه خلينا نشوف. يلا مره اخرى، من وين نبدا لازم؟ صفر، تمام؟ اي ليش؟ لان نقطه البدايه تفاضل التكامل ما يقدر ينطينا اياها. ايش معنى بدينا من الصفر؟ اجينا قلنا لان فري اند. زين، هسه شو نسوي؟ نصعد لو ننزل؟ نقول هسه ندور على منحني مشتق تشير، فنروح نباوع. الشير هنا ايش بيها؟ موجب، لا موجب، ركزوا على الإشارة هسه، اللي يهمني الإشارة. معناته راح أصعد، لأن أبحث عن منحنى الميلة موجب، يعني منحنى ايش بيه؟ متزايد، تمام؟ هسه المنحنى المتزايد كم سيناريو بي؟ ثلاثة، مو؟ إي واضح؟ يا أما متزايد مستقيم أو متزايد محدد أو متزايد مقعر. من ينطينا هاي المعلومة؟ الإشارة مال المشتقة الثانية اللي هو منو بحال حالة؟ اللود.
اللود بهالمنطقة وين اتجاهه؟ للأعلى، يعني المشتقة الثانية موجبة، يعني المنحني مقعر. واضحة؟ مقعر. خوش؟ هو شنو الفرق بين المحدب والمقعر؟ ها؟ لا، المقعر واحد لأعلى واحد لأسفل ويا اتجاه الواي. واضح؟ يعني إذا اتجاه الواي لي فوق هذا مقعر، أما إذا الواي لي جوا هذا شنو؟ نفسه، نفسه محدب. واضح؟ فمن اللي يحدد تقعر لازم محاورك. تمام بابا؟ فلاحظوا إذا منحني درجة ثانية متزايد مقعر. واضحة؟ زين، بالله اكو هنا ذكرت شيء يمكن ما ذكرته سابقا، ما عرفت انه درجة ثانية؟ كاملت مرتين، كاملت الثابت مرتين، فكل ما اكامله مرة تزيد درجته يصير درجة ثانية. الحمل كان ثابت، ثابت ايش قد درجته؟ صفر، كاملته صار أسة واحد كانت. هسه جيت اللي هنا، مو صحيح؟ جيت اللي هنا، هنا صار بالحمل عندي خمسة للأسفل يعني سالب أربعة، يعني شنو؟ يعني المشتقة الثانية سالبة، يعني شنو؟ يعني تحدى بالمنحني ورجع يتقعر. هسه الأمور تمام واضحة؟ زين، عندنا هذني بعد هن يمكن هوم وورك، ذني إجن العام حتى بس تصير ذني، يعني ذني الأسئلة مال الامتحانات الشهرية أو امتحانات الفاينل ما أتذكر، بس مال العام. أوكي، هذا إيش عندنا؟ أرينفورس كونكريت بير. البير هاي الدعامة اللي هسه تشوفوها بالجسر، شايفين هسه الجسر شلون نبذوها بالبداية يسوون هاي الدعامة، مو؟ وبعدين يجيبون البريكاست جيردرز، هاي الجسور البيمز اللي هي مسبقة الصب وعادة مسبقة الجهد، ويقعدوها فوق الدعامة. بعدك هذه reinforced concrete beer is used، يقول لك هذه البير اللي هي من الخلاصان المسلحة is used، تستخدم to support لإسناد the stringers. ذني مرات يسموهن stringers. واضح؟ the stringers for ever. وقلنا احنا شنو معنى stringers؟ ها؟ شو كنا نستخدم؟ قلنا مصطلح السترينجرز بأول محاضرة من هذا الموضوع من شابتر 7، قلنا إذا المسار مال إذا واحد راد يستخدم السترينجرز ويستخدمها بالمعنى الهندسي الدقيق له، فلازم يكون مسار انتقال الأحمال بثلاث مستويات من الجسور، كبير ومتوسط وصغير. الصغير شو نسميه سترينجر، المتوسط شو نسميه فلور بي، الكبير شو نسميه؟ نسميه جردر. واضحة؟ إذن السترينجر هو العتب الأصغر، بس هاي كافية يصير؟ لا، نقول هو العتب الأصغر في مسار انتقال حمل يتكون من ثلاث مستويات من الأعتاب. هذا تعريف السترينجر. لا، فلوربي نسميه، والكبير شو نسميه؟ جردر. واضحة؟ إذا مسار الحمل يتكون من مستويين من الأعتاب، كبير وصغير، مو ثلاثة، الكبير نسميه جيردر والصغير نسميه فلوربي. إذا مسار انتقال الحمل يتكون من مستوي واحد من نسميه بيم، نكتفي بيم ونسكت. فش وقت يراد البيم نخلي له صفة؟ من يكون أكثر من مستوي، يعني أكو بيم رئيسي وبيم ثانوي وبيم ياخذ من الثانوي وهكذا، اي يعني ثالثي. تمام، هيك يصير. اوكي، هسه هاي draw the shear and moment diagrams for the beer. assume افترض انه column at A and B، هذه column at A and B exert، exert شنو يعني؟ يعني تعطي، تسلط only vertical reactions on the beer. هذا الحكي صحيح؟ لا. ليه؟ لأن ذن من ينصب سوي عادة شو يصير؟ المسند يتحمل قوة وعزم، لكن هو إذا أجى عامل المسند على حقيقته مثل ما راح تأخذه بصف ثالث وصف رابع، هذا شوفوا المسند، ارتباط البير بالكولوم
راح تشوفون انه بصف رابع بصف ثالث يسموه مونوليثيك كاستنج. ليثيك يعني حجر، مونو فمونوليثيك يعني يتحجر في آن واحد، ياخذ شكله في آن واحد. تمام، يلا سنحل. نجي نستخدم مبدأ قلنا إثباته جدا صعب، هو مبدأ السيمتري. واضحة؟ زين، السيمتري ها؟ السيمتري دائما قلنا إثباته شبيه جدا صعب. إذا واحد قال لنا لا أنا أقدر أثبته، المهم خلينا نستخدم السيمتري. شو يقول؟ يقول بما أن كل شيء متناظر، فالقوة اللي راح تنتقل إلى المسند أي هي بقدر القوة اللي تنتقل إلى المسند بي. فشو يقول؟ يقول 2 في R. ليش 2 في R؟ هاي 2 من جاية؟ واحدة من A واحدة من B. وين تؤثر هذه للأعلى؟ شو يعاكسها؟ تعاكس هاي الأحمال اللي تأثر للأسفل. فما شو الواحد نحسبه يطلع الـ R، فالـ R يطلع 112.5. هسه إذا واحد إجا شكك قال لك إحنا ما أخذنا بالفيزياء فشي اسمه السيمتري. يعني أنتم هسه من درستوا فيزياء عندكم مبدأ اسمه الإكوليبريوم، مبدأ اسمه السيمتري. عندنا مبدأ واحد اسمه الإكوليبريوم. لعد هذا السيمتري من جبنا؟ إذا واحد راد يشكك به فشلون ثبتوا له؟ شو سوون؟ يقول له خلاص أنت ما مقتنع بالسيمتري، نحل بدون السيمتري. زين، شو راح نعتبرهم؟ نعتبرهم ما مساويات، ما ونحل. يعني شنو؟ نأخذ عزم حول مثلا يا مسند أي، وش يطلع عنه؟ يطلع عنه الار بي، فيطلع الار بي 112. بعدين سيجما اف اي تطلع الار اي قد 112، مو اي صح. لعد شلون هستوني اقول لكم انه السيمتري لا يمكن اثباته؟ عافية. انا ما اقدر اثبت شغله على حاله واحده واقول اثبتتها. حتى تثبت شيء بشكل رياضي لازم شنو؟ لازم تثبته بشكل مجرد وعام. وهاي هي العملية الصعبة. المهم هسه عاد نجي نرسم الشير فورس. يلا لاحظوا شلون؟ أول منطقة اللي هي من أي سمول إلى كابيتال أي، شبيه الشير 60 للأسفل. زين، أبدي ناقص 60، هيك أنزل ناقص 60. ليش ناقص 60؟ أولاً لازم أعرفها فهي 60، ما اتوقع انه ينطيني اياها الدفرنشيشن او الانتجريشن. سالب على اصطلاح الاشاره. زين، الان شلون اتحرك من اي سمول الى اي كابيتال؟ اتحرك على الدفرنشيشن، دي في على دي اكس يساوي كيو. عندي كيو هنا؟ لا، مو؟ فراح اتحرك بمنحني ميل صفر، اللي هو شنو؟ اللي هو الخط المستقيم الافقي. واضحه؟ خط المستقيم الافقي. تمام، اجي وصلت له. ايش راح اسوي؟ راح اصعد. وهاي الصعده فسرناها مو بعد؟ شنو اصلها؟ اصعد. ايش قد اصعد؟ اصعد بمقدار 112.5. انا عندي 60 يطلع 52.5. تمام، واضحه؟ اي الان شلون اتحرك من بعد ما صعدت؟ شلون اتحرك من هاي النقطه الى البي؟ اتحرك على الدفرنشال ايكويشن اللي هي دي بي على دي اكس تساوي كيو. كيو صفر، معناته اتحرك بمنحني ميل صفر اللي هو الخط المستقيم الافقي. فمشيت وهكذا، واضحه باقي الامور. والمومنت همين ما بيشي، المومنت من وين ابدا؟ ابدا من الصفر. واضح؟ الان شلون اتحرك؟ اجي اتحرك المفروض على قاعده انه دي ام على دي اكس شو تساوي؟ تساوي الفي، مو الفي. واضحه؟ الفي اقول الفيش قد ناقص 60، يعني راح اتحرك بمنحني متناقص. ليش؟ لان ميله سالب ثابت، فخط مستقيم، خط مستقيم متناقص. هذا صفر، هاي شلون اطلع هالنقطه؟ اقول هي الصفر زائد المساحه. واضحه؟ مو وهي مساحه لو قوه 2 اكس. اذا احكي على النموذج الرياضي، اي مو إذا أحكي على ما وضعته أني بالنموذج الرياضي، أي فهي قوة. تمام؟
أصعد بعد منه أصعد. ليش أصعد؟ لأن شير صارت موجبة، مو صحيح؟ وهكذا. ما أعتقد به شيء هذا. هسه اللي بعده هذا، هذا أعتقد جاء والله بالفاينل. حلو هذا السؤال. هنا شو تسوي بالبداية؟ بالبداية تطلع هذا شايفيه موجودة، يعني كنا شايفيه يستعملوها يعني الميكانيكيين مثلا من يريد يجف محرك، شلون يرفع المحرك من السيارة، فالآلة تشبه هذا. بس هو شو يريد؟ يريد ترسم له الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرام مال هاي المنطقة. زين هنا كم مجهول عندك بالمسألة؟ ها؟ هنا كم مجهول لك؟ وهذا هذا بن، لا لا عدد المجاهر اللي نحصيهم. ها؟ هذا شو نقول عليه؟ هنج لو بن؟ شو الفرق بين هنج والبن؟ يعني يعني الهنج هو انه انت تربط السيستم بالخارج، البن هو تربط جزئين ينتمون لنفس السيستم مالتك، لكن البيهيفير مالتهم واحد. واحد من يانا حي اثنين هم يقاومون القوى لكن ما يستطيعون ان يقاومون العزوف. اذا هذا كم رد فعل عندنا هنا؟ لا لا كم رد فعل؟ اثنين عندنا اي اكس واي واي. هنا كم رد فعل؟ ليش واحد؟ لا يعني هو هو هن هن يعني هن هن يصير اربعه واحنا نلغي واحد؟ لا. شو نقول؟ نقول هذا نذكركم بقاعدة شنو عندنا، ما أخذنا أخذنا الإكوليبريم والكولوري كولوريز أوف إكوليبريم، الاتزان ونتائج الاتزان. النتيجة الأولى الاتزان شو تقول؟ تقول إذا اتزن الجسم تحت تأثير قوتيين، واضح؟ فالقوتيين مستويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه ويقعان على خط فعل واحد. من الجسم اللي اتزن تحت تأثير قوتين؟ هذا الداشبوت، هذا يسموه داشبوت، واضح؟ دامبر. اوكي هذا الدامبر اتزن بقوتين لان قوه موجوده في بي وقوه موجوده بهاي النقطه، فنطبق عليه النتيجه فمعناته عليه قوتين فقط مساويات بالمقدار متعاكسات بالاتجاه ويقعان على خط فعل واحد. يعني في نقطه بي كم قوه عندنا؟ وحده بس، فصار عندنا كم رد فعل؟ ثلاث. تمام، يعني تنحل. جينا رسمنا الفري بدي دايجرام، حسبنا ردود الافعال، زين عادي جينا رسمنا، تمام؟ هاي شوفوا حسبنا ردود الافعال وجينا رسمنا على اساس الدفرنشال ايكويشن، فطلع الشير فورس هذا شكله والبيندنج مومنت دايجرام هذا شكله. طبعا واضح هذا هذا المثال، يعني اذا تاخذه جلوبالي هواي بافكار. ليش؟ لان يربط لك افكار اكشن بافكار رسم من الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرام. يعني هذا المثال هو اللي يعني هو يعكس اكثر عملك بالمستقبل ان شاء الله كمهندس. انت كمهندس هيك تنطي واقع، ولازم شو تسوي؟ لازم تعد نموذج للواقع وتحلل هذا النموذج، وهاي العمليه ما حد يقدر يسويها غيرك. ها يعني انت من راح تتخرج ان شاء الله تروح تشتغل، راح تشتغل دائما بالموقع راح اشوف ناس يقولوا لك اهم شيء الخبره. طبعا هم من المهندس اللي توه متخرج يقول لا مو اهم شيء الخبره. خش طبعا اهم شيء الخبره، لانه احنا بالكليه ايش درسناكم؟ مو هسه قانون نيوتن ايش قد عمره؟ 500 سنه. يعني من انت عندك خبره منتقله من جيل لجيل الى 500 سنه مو خبره؟ ها؟ احنا ايش درسنا؟ درسنا خبره؟ زين فاحنا متفقين انه اهم شيء الخبره، بس شنو الفرق؟ انه الخبره اكو خبره انت ممكن تكتسبها من الحياه الاكاديميه وممكن تكتسبها من الحياه العمليه، واكو خبره مستحيل انه تكتسب شنو؟ الا من الحياه الاكاديميه. ليش؟ لان لغتها لغه اكاديميه، لغتها عاليه معقده. يعني اذا هي الخبره منقوله من جيل لجيل بشكل ديفرنشال ايكويشن، يعني من راح ينقل لك اياها؟ يعني معناته لازم تتعلمها بالكليه. يلا احنا بعد ما اعتقد نقدر نبدا بالفصل الاخر. شكرا جزيلا بابا.